السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحم الوالدين، معك جريدة الجسور، وحنا عارفين دجاج شفناك وجينا عندك. بغينا لك تهضرنا شوية على الإضراب تاع اليوم، يعني كيفاش درتوه؟ شفنا واحد الإضراب اللي بلعتو كل شيء، يعني شنو هو السبب؟ والسبب هو بسم الله الرحمن الرحيم، السبب هو هذاك السيد اللي عطاوه المحضر ديال تخصيص المسؤولين، وهذاك الشيء وقع نهار هذه واحد المدة ديال 4 سنين ولا 5 سنين، وكنا مشينا مع في المحاكم وكل شيء، وكنا ربحنا القضيه، وكان السي مهدي الله يذكره بخير كان الغا. مشيتوا للمحاكم، عندكم شي حكم استئنافي عليه؟ عندنا حكم نهائي، عندنا الحكم الابتدائي بالصالح ديالو، ولكن ملي السي مهدي الله يذكره بخير الغا لنا هذاك المحضر التخصيص اللي عطاوه له في واحد الملك خاص ديال الملك المشترك ديال التجار ديال المركب التجاري ديال سوق سيدي عبد الوهاب. في اخر مطاف هذه واحد المده ديال واحد شهرين ولا، تفاجئنا بواحد القرار اخر، لغاو القرار تاع السي مهدي، وجا يحط وركوشتو البلاصه اللي في الباب. يعني السي مهدي قالوا له ما يحطش، والولي الجديد قال له حط. أيه. اختصار باش هذاك الشيء اللي رحنا هو جاب المحكمه. شنو قالت له المحكمة الإدارية؟ هي حكمة الله وعلم بعلم الله، كما كيقول هو، قال لك أسيدي حكمة الصالح ديالو، الصالح ديالو. واش حكمة الصالح ديالو ضد الولاية؟ ضد الولاية ديال المجلس البلدي. ضد المجلس البلدي، التعويض. نعم. يعني التعويض ما عندوش علاقة بها. هذه الفكرة ديال التجار، قال لك احنا ما نبقاوش مهدين ويجيو يتحكموا فينا، ولا يجيو يعطيونا واحد الرخص، ربما هذه الرخصة اللي عطاوها له غادي يجيو بعد الرخص اللي لحقاش راه عندي واحد 260 حانوت الفوق، ربما حتى هو غادي يجي يطلب المطالب ديالو. وراكم شفتوا راهم كاين ناس اللي كومونساو يهودوا. أنا قال لي واحد السيد من الفوق قال لك اللي يعطوا رخصه للناس اللي من الفوق لواحد خصو يعطوه 260 واحد كاع تهود، واش هادشي صحيح؟ هذه هي الهضره اللي راه هزروج. الور التجار ديال المركب خافوا. كاين شي مطالب اخرى؟ كاين مطالب ديال السقف اللي كنا نتكلم عليه في لاحقا. كاين الحلول العاجله، يعني السقف هذا اللي مسقف غير بالبلاستيك هو هذا. يعني ما كملاتوش العمران، السطر الثاني ما دارش، ما كملاتوش الدوله الولايه اللي كان تشرف على كل شيء. اييه اييه. وثانيا كاين الفضاء اللي ولاو يمسوا المنتوج ديالنا في هذا المركب، لحقاش الساحه كانت واحد المدة ديال 5 سنين كانت نقية، ما فيها حتى واحد يفرج، كانت خط أحمر. ولكن مع الأسف الشديد شفنا دابا الفوضى اللي وقعت في الساحة، يعني حتى الفوضى، حتى استغلال الملك العام اللي على برا، حتى هو كيأثر عليكم. حتى يأثر علينا بزاف، لحقاش قاسوا لنا المنتوج ديالنا. إذا شكرا أستاذ سوق.